بهاء الحريري ابن رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، إنه في حال ثبت تورط حزب الله بشحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في بيروت، فيجب أن تكون ردة الفعل ضد الحزب من قبل لبنان وشعبه سريعة، ولن يكون هناك وجود لأي دور لهذه الميليشيات الإرهابية في مستقبل البلاد. وجاءت تغريدة الحريري تعليقا على تحقيق لصحيفة فيلت الألمانية التي أشارت إلى أن فيلق القدس الإيراني قام بشحن نترات الأمونيوم إلى حزب الله في بيروت.